هيك كنت عم بتأمل شيء أنا ومرتي قولت امبارح بقعدتنا اللي هي مع الرب، عن كان التأمل عن افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين. هل عم تفرحوا مع الفرحين وتبكوا مع الباكين؟ لأنه هيدا هو الرب بده هيك. شداي بتحس بهيدا الوقت اللي أنتوا فيه بعمركم وأنتوا أولاد كنيسة وهيك، وخلينا نكون صادقين، ما يكون الجواب دائما شيء لازم نقوله. خلينا نقول هل ما عم نحكي عن الكنيسة الفئة اللي أنا فيها وبحبها، بس إن جنرال عم نحكي، هل عم يبكوا مرات الأصحاب تبعك؟ يبكوا بمعنى ما ضروري ينزلوا دموعهم، بس هو الاهتمام يعني، أو بيفكروا فيك وقتها بيكون عندك حيا الله مشكلة، لأنه ما رح أسألك إذا عندك مرات كل واحد منهم بيمرق بمشاكل. بتحس إنه هيدا شيء موجود أو بلش شوي كل واحد يقول أنا همي ما بقى الجديد حدا، إنه ما في قاتل هم التانيين؟ شو بتحسي هلا أنت عم تمرقي؟ صراحة هلا في بالنهاية كتير نوعيات من الناس، ففي ناس مرات يمكن بتقلهم الكلمة أنا حاسة هيك 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 وما بيحسوا معك، لو بتقلهم في ناس يمكن بس لأن حكيت بطريقة غير أو بيانت شوي غير بحسوا بيهتموا عن جد وبيكونوا واقفين كأنه الشيء عم يصير معهم هنن. ففي كتير بتأثر على نوعيات الناس وقدي أنا قريبة من هالناس، قدي أنا متعلقة فيهم، قدي هن متعلقين فيه. اوكي طب انت حساسه بالموضوع تجاه الناس؟ خلينا نكون، لانه مش غلط انه الواحد في يكون انه مش ما بحب الناس بس ما انه حساس. انا صراحه شخص ما بعرف، يمكن هالشيء من ورا قد ما بقرا او قد ما احسن تطلع هيك تشوفوا وجهك انت عم تحكي ايه. انا يمكن لانه قد ما بقرا وقد ما بعرف قد ايه في عواطف وقد ايه في سنتمنت وهيك، فكتير بحس انه بقدر احس مع كتير ناس يعني لو ما بعرفها، بس انه ايام عن جد بقعد بفكر هيك انه عن جد انه صعب الشيء اللي عم بيمرقوا فيه، او انه بقدر اتخيل حالي بموقعهم وبتضايق كانه شيء عم بيصير معي. طيب عندي سؤال، انا بوجه تحيه لبيك جورج ومارو. انا مش لانه هلا انت هون وهيك، بس اهلك مرهفين الاحساس، بيوقفوا حد كل الناس بالكنيسه. خلينا نكون صادقين، لانه مرات بيوقعوا الاولاد لو شايفين اهلهم هالقد رائعين مع العالم، بس هالمرات لمتيهم انه انتم اكثر حد الناس مش حدنا؟ مش تأذي أهلك، أنا عم بسأل سؤال حلو تيبني الآخر. أيام يمكن يعني بحس هالشي لأنه مثلاً يكون أنا عندي شيء ضروري بدي أعمله، في اهتمام أكثر يمكن، بس إنه أنا بعرف هالشي مش مزبوط، لأنه بعدين وقتها أكون بغير حالي بلاحظ إنه لا إنه ليه عم فكر، بس بتكتها أيام مثلاً بتجيني قرصة إنه لا إنه ليه. بس بدي أقول لك إنه أهلك رائعين رائعين، وصلون إياها بس عم بقولها على العالي. مرهفين الإحساس، بيقتلوا حالهم، ما رح يقتلوا، بس الكلمة إذا منقولها على اللبناني مش معقول، ما بيخلوا حدا من قلبهم بالكنيسة وبس يقولوا لحدا عم نصلي لك، يعني منعرف إنه عم بيصلوا مش إنه عم نصلي لك. بقى بقلك شغلة، مزبوط مرات ما حدا كامل، وأنا بكرة رح يمكن أنسى ابني نواه شوي كون عم بهتم إكزامبل بنور، بس فيكي حتى مرات تقولي لهم، لأنه هن أكيد العشق الأول أنتو وبحبوا الناس كتير، بس بدي أوجه لهم تحية كبيرة. تيمي بتتعاطف مع الناس؟ هلا بصراحة أنا مني مثل شباب كتير بقرأ وهيك، ما كتير بقدر أقرأ المشاعر يعني تبع العالم وهيك، بس اللي بعرفه هو إنه نحن عايشين بعالم قاسي، يعني ما كتير بياخدوا بيعطوا معنا وهيك. بقى هذا الشيء بميز يمكن العالم هيك بالكنيسة، الإخوة يعني المعنى اللي بيوقفوا حدنا عن جد بس يشوفوا المشكلة عن جد بيكونوا عم يهتموا، بتحس فيها يعني في ناس وقفوا حدك. ايه أكيد بتحس إنه عن جد عم يهتموا لك وعن جد عم بيصلوا لك من كل قلبهم وهيك. طيب أنت بتحس أكتر لأنه مرات بعمركم بيكون الواحد أكتر حاطط أو مفوكس على حاله، أنت بتحس إنه مرات بتركز أكتر على حالك ومشاكلك، أو لا إذا رفيقك عنده مشاكل حسيت بفترة هلأ مرق حدا بتعرفه تعاطفت معه لحقت موضوعه تاني نهار وتالت نهار، أو مرات بتحس لا في عندك هموم بمعنى كل واحد على قد عمره بس عندك هموم أكتر أنت مركز عليها؟ بصراحة لا، يعني ما كتير فوت مع الشخص التاني. أوكي هن ما بيحكوا كمان، يمكن مرات بيسائب في عالم ما بتفتح لك قلبه، يمكن إذا فتحوا مش هيك؟ لا في حتى الأصدقاء المقربين لقلي يعني حتى لو يمكن قالوا لي ما كتير كون بشغل حالي معهم، بس إنه أكيد كون بصليهم من بعيد لبعيد يعني. أوكي يمكن بآخر هذا الحوار ما بعرف إذا أنتوا حابين تقولوا شيء، بس لاحظنا وهيك إنه هيك تقول كمان بجسد المسيح، مش بس بدنا نحب اللي بيحبنا
لانه نورمال قالت شداي كلمه مضبوطه انه واو شو بهتم بحبوني وبيهتموا فيي وانا بهتم فيهم، بس بده يقفل الرب مع الوقت. يمكن بعمركم غير، بس عم نحكي نحن هلا شو قايل الرب، انه شو نافع نحب بس اللي بحبونا. اوكي، في مرات رح نقعد مع ناس، عم بعطي اكزامبل هيك، بقعد انا وماريان نحكي بنحبهم كثير بس عندهم ولادهم بضجوا، ما بدنا نقول ما رح نقعد معهم لانه ولادهم بضجوا. هيدا شيء صغير، هلا عم نحكي في اشياء اكبر. لا، طلعنا وحكينا بمقياس شو يعني تبكي مع الباكي، بس اذا هو منهار ببكي. لا، مرات هيدا بده نقطه مي نكون قاعدين معه اصحابنا بنحبهم هو مرته ونتحمل هيدي الضجه، بس هول الناس مشتاقين يقعدوا معنا ويحكوا. بقى هيك كان هيدا نقطه، ما بدي اخبر التفاصيل العميقه اللي حكينا فيها، بس بتبلش من هون.